الأصعب دايما من إنك تحب حد إنك تعرف تهديه. واحد صاحبي في عيد ميلاد خطيبته جاب لها كلب، كلب بلدي اللي بيمشي في الشارع، خده نظفه وصبغه وقال لها يا حبيبتي جايب لك حتة كلب لونه ايه تحفة، دفعت فيه دم قلبي بس هو منفوخ شوية. خدت صاحبي على جنب قلت له يا ابني انت عبيط، جيب لها كلب، كلب في عيد ميلادها؟ قال لي انت متخلف وراك ايه وما بتفهمش حاجة في الرومانسية الحديثة، اتفرج يا معلم على اللي هيحصل دلوقتي. وقد كان البنت شافت الكلب من هنا راحت اتزرعت اوه ماي جاد وخدت وبسيته حتة بوسة قوية قوي الكلب، وقالت لصاحبي انت ماي هيرو انت ماي مان انا بحبك موت، وحضنته وبسيته قوي 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 الكلب، وقالت لصاحبي بجد انا كل ما هبص في وش الكلب اكيد لازم افتكرك. انا استغربت جدا ازاي حبيبة صاحبي حبت الكلب بالمنظر ده، وده خلاني لاول مرة في عيد ميلاد حبيبتي اروح محل الحيوانات الاليفة بدل ما اروح محل الهدايا. لقيت قطط ولقيت كلاب ولقيت حاجة غريبة جدا في قفص، بصيت لقيت فار. رحت الراجل بتاع المحل وقلت له على فكره انا عندي نفس المشكله اللي انت بتعانيها بالظبط، انا لما بصطاد الفار ما بعرفش اموته ازاي بس انا لقيت حته سم تحفه هجيبه لك. الراجل بص لي بصه حقيره قوي قال لي يا ابني سمي ايه ده هامستر، انت عارف ده بكام؟ ده ب 500 جنيه. قلت له يعني اكيد بتوع الطب البيطري بيشرحوه مثلا بيعملوا عليه تجارب حاجات كده. قال لي الحبيبه بتهديه لبعض، تخيل وصلت للفران. روحت البيت وانا مكتئب جدا، وقفت في البلكونه عمال افكر ازاي افاجئ حبيبتي، ازاي ابقى بالنسبه لها فتى الاحلام احمد السقا واحمد عز وعزه ابو عوف، لحد ما لقيته ماشي على الحيطه جنبي. لا مش عزه ابو عوف، لقيت بورس، بورس اللي هو بالخليجي اسمه الوزخ وباللبناني اسمه ابو بريس، يعني تخيل في لبنان حتى بيدلعوا البورس. المهم انا ما سكتش، في لحظه رحت جاي رازعه بالشبشب خدته وجبت علبه هدايا وحطيته، لزقت اطرافه بالسولاتيب وديله كان لسه بيقعد يلعب كده، وقفلت العلبه ورحت عيد ميلاد حبيبتي. بعد الطرط والشموع وهبذتي والحاجات دي كلها، جت اهم لحظه في عيد الميلاد، لحظه فتح الهدايا. هي وقفت تفتح الهدايا كلها وخلت هديتي اخر حاجه، انا طبعا واقف هي عماله تعمل لي كده وانا بعمل لها كده، ويعني مستني اللحظه دي طبعا من زمان، اكيد هتشوف هديتي بقى وتقول لي ماي هيرو ماي بيبي وتترمي في حضني، ما انا مش اقل من كلب يعني. المهم فقت على لحظه وهي ماسكه الهدايه، علبه المجوهرات ماسكاها وقالت لي لا 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 اكيد اكيد دي الساعه اللي انا شاورت لك عليها من يومين وانا كان نفسي فيها، لا ده كده كتير عليا قوي. ولسه بتفتح العلبه اتريني لما ضربت البورس بالشبشب ما ماتش، اتريني كان في غيبوبه، كان مغمى عليه، كان بيستعبط ما تعرفش. المهم انا ما سمعتش غير صريخ ولط وعياط وناس بتبني نفسها من الشبابيك، مش فاكر اي حاجه غير زنه في وداني قعدت 4 ايام بالالم اللي انا خدته، وبكلمها من ساعتها تليفونها غير متاح من 7 سنين.